الحاجة سهلة قوي، بس انتوا مش عايزين تشتغلوا ولا تتعبوا ولا تعملوا، انتوا جيل عايزين كل حاجة جاهزة. عجبك ده؟ جامد، حلو قوي. عاملين 7 كيلو اهوت واقل من نص ساعة، مكملناش نص ساعة واقفين. سقفة كبيرة البيتة. ايوه يا فنانة، انا هعلمك بقى انت المرحلة الجاية مليونة. نبدأ البداية. فرشة زيت صغيرة. خش موقعك انت خير مظبوط عشان ما تتعبيش. خلصت السمك تدلقه كله وتغسليه من جديد عشان تخليها بقى تشوي بطاطساية، تشوي بتنجانة. اشرحي بس ايه، قولي بتشرحي واحدة غبية زي عادي خالص. مكاريل شوي تنضفيه عادي خالص. ايوه. تبليه بالملح وتجيبي ردة وتجيبي صاجة كده وتسخنيها عادي خالص خالص اهو زي ما انت شايفة كده كده. واللي ما عندوش صاجة استلف الصاجة بتاعت ماما بقى. صح، يعني انا هاخد دي وانا ماشية. ماشي. اقل من 5 دقايق خلاص السمكة تقلبيها كده. احلى سمكة مشوية. تحاولي كده تشيليها، لو ما تشلش بالراحة ما تشيلهاش، تسيبيها هي هتطلع لوحدها اول ما تستوي. طول ما هي لازقه اعرف ان هي ما استوتش. يا ولد اهدى، النار تبقى عاليه على الاخر لما يقرب يستوي. وعايزه توطي سنه وطي، النار لو واطيه السمكه تتفتت. دي بقى الدقه، ثوم، ملح، كمون، شطه، بابريكا، كزبره، كل التوابل هنا اهي. لينا زمان كان نجيب السمكه دي كلها كده نحطها في التتبيله دي كلها كده. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده. بصراحه تتهدم مني، ما لازم اكل التتا يبقى احلى. حطها شطه التتا ليه؟ ما فيش شطه هنا، كله بابريكا عشان الكمال جنة. وبعدين نروح جايبينه بقى كده، نروح رصينه كده في الصينيه اهوت. اعمل له بقى السلطه بتاعته. طبعا انتوا واقفين كده تقلبوا كده اي حاجه. كل حاجه تحطيها هنا ما عدا الخيار، بقدونس، شبت، فلفل، بصل اخضر، بصل ناشف، فلفل رومي، فلفل شطه، كل حاجه. ايه ده، انا كنت فاكره ان احنا هناكله كده بعد الصاج. لا انت كده كاني جايباه من بره 100 100. كده بقى يتحط تحت الشوايه 10 دقايق. دي بقى بتاخد قلبي، دي بموت فيها. خدعت تسبيكه عاديه خالص كانك بتعملي بصله بالتقليه او بسله او اي حاجه. بالزيت طبعا عشان الصياد. وتروحي متبلاه وتروحي رصاه في الصينيه وتروحي دلق عليها ايه التخزيعه دي، وتروحي حطها فوق على البوتاجاز 5 دقايق او 10 دقايق كده على النار هاديه، وتروحي حطها في الفرن كده ايه نص ساعة كده ولا حاجة. دي بقى اللي هتعمل دخانة فظيعة. احنا عايزين ما نعملش دخانة قوي، يعني نروح شايلين كل البواقي دي كده ونضفها كده اول باول. خش بقى على البولتي، نضفيه وتغسليه كويس جدا 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 كانك بتنضفيه على الآلية. وتروحي فاتحة بطنه حتى فيها كده هو سلطة كده من احنا بنعمل. يعني نفس الخطوات بس الفرق ان ده محشي مش هنفتحه، مش تنجاني. ايوه بس في ناس بتعمل البولتي وهو مقفول بطنه. لا يا زباله، انا بحب انضفه. انا برضه ما يجيليش قلبك وهو مقفول على فكره. طبعا لازم يتنضف يتغسل كويس. هو يعني هيحصل ايه يعني؟ يلا يا شباب قوموا معايا. يلا يا شباب كباسوا. كلمي اخوك قلب ايه؟ انا مش هكلم حد غير لما اخلص الفيديو بصراحه. يا جماعه التكه دي مهمه، النار تبقى عاليه على الاخر عشان النار لو واطيه السمكه هتغرق في الصاج. النار عاليه اهي السمكه، عشان كده دي قشرة شوية عشان كنا سايبين النار واطية. قلنا هنا ننضف السمك، نرصه، نخدع تخديعة زي بتاعت البسلة والفاصوليا والحاجات دي، ما نقليش، نرصه كده ونروح ايه دلقين عليه التخديعة وندخله الفرن، نزق الفرن شوية. ماشي. انت عايزه تنشف زيادة عن كده سيبيها في الفرن شويه، انا بحبها صوص كده. ايوه احنا كمان بنحبها. دي نشوي عادي السمك ونرصه كده ونروح رشين عليه السلطات دي. هندخل دي ودي ودي الفرن تاني،
وهندخل دي تاني الفرن تاخد وش. فهمتي بقى؟ انا والشيف للي ياكل. اتفضلوا جميعا معانا، اللي عايز ياكل السمك ويحب السمك يجي ياكل. انت بتساعد تيتا سوسو ياخد شوكميلا حبيب ستو. بصي الجمال، عجبك؟ عجبك طعمه؟ جامد صح؟ تعرفي السمك اللي بنجيبه من بره مكان، أيوه، والسمك اللي تيتي بتعمله مكان عالي فوق. شوف شمي دلعك ايه. هاتي هاتي يا مايو.